لقاء آخر مع شخصية أخرى ومختلفة وشخصية عزيزة على قلوبنا كعرب وكمصريين، الدكتور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية. أهلا وسهلا دكتور الخضر. أهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة. طبعا نيجيريا من أهم البلدان في قارتنا الإفريقية وتربطنا بها في مصر علاقات وثيقة جدا. نتحدث عن التحديات التي تواجه المسلم في نيجيريا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم مرة أخرى على الاستضافة. المسلمون في نيجيريا كغيرهم من المسلمين في البلدان العالم، خاصة في البلدان الأفريقية التي ظروفنا متشابهة، أهم القضايا التي تؤرق مضاجع المسلمين في نيجيريا مسألة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الفهم الخاطئ للدين، وكذلك للشهادات الفردية التي تضر بالإسلام أكثر مما تنفعه، وبعض الجماعات التي تمتطي الإسلام أو تتخذ من الإسلام مطية للمقاصد أو مصالح خاصة ضيقة. هذه من التحديات، وإن كانت في مقدمتها مسألة التي تؤرق الجميع بما فيهم المسلمون وغير المسلمين والسياسة والاقتصاد، هو مسألة الأمن التي يهددها هذا الفكر المتطرف الذي يمثله مثل تنظيمات بوكو حرام، أنصار الشريعة وجماعات التي تدعي زورا وبهتانا أنها هي التي تمثل الإسلام، والإسلام بالتأكيد براء من هؤلاء. يمكن عندما تذكر نيجيريا للأسف تذكر بوكو حرام حاليا، يعني هي من ضمن الأشياء اللي أصبحت واقع، يعني لا نستطيع أن نعم صحيح هذا الكلام صحيح، ولذلك نحن في محاولاتنا أو من الذي يتحتم علينا أن نقوم به أننا نوضح حقيقة هؤلاء ونوضح حقيقة الإسلام والمؤسسات الدينية الرسمية في البلد والجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات لتوضيح حقيقة الإسلام، والجهود المحلية أو الجهود الإقليمية التي ومن بينها التي تضافرت الجهود والدول التي ساعدت ودعمت نيجيريا، جمهورية مصر العربية والدول العربية والإسلامية الأخرى خاصة مصر الأفريقية بثقلها الإسلامي وثقلها الأفريقي وثقلها العربي، وفي مقدمتهم في مقدمة المؤسسات المصرية والمؤسسات المعنية الراسخة في مصر مؤسسة الأزهر والتي ظلت ودعمت المؤسسات الدينية والجوامع والمدارس التي تخرج الأجيال في نيجيريا بدعاة ووعاظ الذين نحن يعني ولا نزكي على الله أحد أنهم يمثلون الإسلام الوسطي والفكر المعتدل، وكذلك الدبلوماسية المصرية التي لم تتأخر على في السياق السياسي على الصعيد السياسي في مساندة الجهود الرسمية في نيجيريا في هذا المجال وفي مجالات أخرى في الثقافة وفي الفكر وتعزيز التواصل فيما يدعم المصير المشترك للدول في المنطقة. عودة إلى يعني خطر الإرهاب وتحديدا خطر جماعة بوكو حرام، هل صحيح أن الترجمة الحرفية لبوكو حرام هو التعليم حرام؟ نعم، يقصدون بها أن التعليم الغربي حرام، لأن التعليم لأنهم أخذوا الاسم مركب من أخذوا الاسم من أدبيات هذه الجماعة، لأن لديها مجموعة من الأدبيات منها التعليم الغربي حرام، والتعليم الغربي يمثله عندنا كلمة بوك باللغة الإنجليزية، ولذلك يقولون التعليم الغربي يعني القراءة باللغة الإنجليزية أو التعليم الإنجليزي في المؤسسات الرسمية. هذا النوع من التعليم من الثقافة حرام، ولكن لنكن صريحين، بعض الأفكار التي تتبناها والتي تدعو إليها بوكو حرام قد لا تكون جديدة في السياق المحلي حتى في السياق الإسلامي العالمي،
بمعنى أنه يوجد علماء ومشايخ ودعاة لديهم تحفظ على التعليم الغربي من زمان، ولكن الفارق الكبير بين المنهجية التي تتخذ هذه التنظيمات ومنهجية أولئك العلماء هي منهجية العنف والعمل المسلح ضد الدولة. هذا هو الفارق بينما حتى وجدنا من بين، وحتى أعتقد في التاريخ المصري المعاصر يوجد من بين العلماء ومن مشايخ كبار من الذي تحفظ على التعليم الغربي، من لا يحبذ كثيرا الانخراط في التعليم الغربي، إنما يحبذون التعليم الديني وإلى آخره. هذا هو كثير من علمائنا على هذا المنوال. بعض علماء الأزهر كان زمان يحرموا القهوة. نعم، إذن لكن أن يتحول الأمر من التحريم إلى العنف المسلح، أن من يأخذ يخالفني في هذا الرأي لا بد أنني أقتله. هذا هو المنهجية أو هذا الفارق في منهجية التعاطي. لكن ليس معنى ذلك أننا يعني نتساهل مع الفكر المتطرف، نقول أن الفارق في بعض ما تدعو إليه هذه الجمعيات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة قد لا تكون جديدة في السياق الفكري والأدبي على الصعيد المحلي، ولكن أهلا بحكم أنهم اتخذوا الموضوع إما معنا وإما ضدنا، الذي يخالفنا في الرأي لا بد أن نقتله. هذا هو الفرق. أشكرك شكرا جزيلا دكتور الخضر، وكل التحية للأخوة والأشقاء في نيجيريا. شكرا لكم، وأنا شاكر للاستضافة، وإن شاء الله نرحب بكم في نيجيريا، نراكم على الأرض نيجيريا، وإن شاء الله لن تأكلكم بوكو حرام.